السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم أخوكم محمد. إن شاء الله في هذه الحلقة غادي نشرحوا التمرين 59 من درس الشغل والطاقة الحركية. كما يقول التمرين كما تلاحظون على الشاشة، مقود محرك لدراجة نارية، جسم صلب متجانس أسطواني، الشكل كتلته 2 كيلوغرام وشعاعه 10 سنتيم، ينجز المقود حركة دورانية حول محوره بسرعة زاوية قيمتها 5000 توغ بار مينيت. السؤال: ما قيمة الطاقة الحركية للمقود؟ يعني كان نعلم أن أو لدينا أن حسب يعني القاعدة لدينا يعني قاعدة كتقول لك أن الطاقة الحركية تساوي 1/2. هذه في حال دابا حنا عندنا حالة دورانية، إذن الكتلة اسف هنا تيجي ديال تيتا مركز عزوم يعني الجسم الصلب في اوميغا اس 2. جي ديلتا بما انه جسم اسطواني فان بما ان الجسم اسطواني فان جي تيتا مركز عزومه يساوي 1/2 متر فالشعاع اس 2. هذه قاعده كاينه في الصفحه 44 كتاب دراسه المسار، و اوميغا عطيناها لنا كتساوي يعني هنايا 2000 توغ بار ميني. نقوم بتحديد يعني لنحدد يعني السرعه الزاويه اوميغا. لدينا 5000 توغ، إذا 5000 توغ هذه قريتها في الشغل، الشغل وقدرة قوة تساوي لنا إكس رات، و أن توغ يعني هنا تساوي دو بي بالرات مباشرة، فإن إكس رات تساوي 5000 في دو بي تساوي يعني بعد حساب 5000 في دو بي تتساوي لنا هذا العدد هذا اللي هو 3 1 4 1 5.92. اذا مهما حسبنا على الرات نعلم ان اوميغا كتساوي لنا الزاويه على المده الزمنيه مباشره، فان الزاويه هي 3 1 4 1 5.92 مقسومة على، هما عطينا هنايا خلال دقيقة واحدة هي 60 ثانية، تساوي هاد العدد هذا اللي حسبناه في الأول نقسموه على 60 هو 523.59 راد باغ سكوند. الآن نقوم بالتعويض لا غير. لدينا هنا الكتلة هي 2 كيلوغرام والشعاع هو 10 سنتيمتر، إذا فقط نقوم بالتعويض لنجد الطاقة الحركية كم تساوي. كما تلاحظون هكذا الطاقة الحركية الآن استعمل لون آخر تساوي 1/2 القاعدة في جي دلتا، يعني 1/2 في جي دلتا اللي هي 1/2 في الكتلة اللي هي 2 كيلوغرام في الشعاع اللي هو 10 سنتيمتر نحوله للمتر كيولي 0.1 الكل اس 2 كما هنا ياتي في اوميغا اس 2 في هاد العدد 5 2 3.59 الكل اس 2 تساوي. إذن بعد الحساب مباشرة يعني أس 2 يعني اللي حسبتوها أنتم غادي تنقاوها بحالي في 0.02 أنا 1370.78 تقريبا جول.
يعني اللي حسبتوه هادي نتوما انا فقط حسبتها كلها في دقة، غتحسبوا هادي وهادي 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 كلهم، غادي تعطيكم هذا الرقم هذا. إذن الطاقة الحركية هي هاد، يعني هذا هو حل ديال التمرين رقم 9. يلا دابا ندوزو ان شاء الله في التمرين 10 و11 الى غير التمارين. الى اللقاء.